يا أهلا وسهلا، بونجور. إكسبرسيون مهمة جدا لو أنت مستوى ديبيوتون، أنت بتعلم إكسبرسيون في كل مستوى، إكسبرسيون، فوكابيلار، جرامر، كل الحاجات دي بتاخد حسب مستواك، بتتعلم حاجة جديدة. خليني أعلمك إكسبرسيون جديدة. لو أنت مثلا لو حد سألك كومون سافا أو كومون تاليفو، هنا هترد وتجاوب باستخدام فعل مهم جدا من الأفعال الأساسية. أرد وأقول أنا كويس، هقول جو في بيان، جو في بيان، انا كويس. هنا استخدمت وقلت جو في، جو في، هنا سي لو فيرب الي. ايوه استخدمت لو فيرب الي. طيب في استخدام تاني، استخدام فرنساوي وشوارع ما تستخدموش مع اي حد، استخدامات كده بتوين فريندز، استخدامات ما بين الاصدقاء ما ينفعش تقولهم في اطار فورمال. جي فريت، جي فريت، سي كوا لا فريت؟ البطاطس المقليه. هتستخدم المره دي لو فيرب افوار جي، هتستخدم كمان البطاطس المقلية قد كده. French fries. ازاي هتقول انا كويس وترد على سؤال ازاي؟ comment tu vas؟ بطريقة مختلفة خالص. comment tu vas؟ j'ai la frite، معناها je vais bien، je suis en forme، انا زي الفل. بس صيغة كده familier، صيغة كده between friends only. يبقى انت كده استخدمت le verbe avoir وقلت j'ai، واستخدمت فخيت البطاطس المقلية اللي كنا بنحبها وقلت j'ai فخيت. وبس كده يا حلوين، في اي حتة انت بتفرج عليا، لو على اليوتيوب اعملي سبسكرايب، لو على تيك توك اعمل لي فولو، ولو على الفيسبوك اعمل لي لايك ان فولو برضو، في كل حتة اعمل لي فولو. حلوة فولو دي، تابعني ان شاء الله هخلي الفرنش بتاعك احلى. على بخشان.